خير اعزائي المشاهدين وكل عام وانتم بخير وعام سعيد علينا جميعا وعليكم 2017 ان شاء الله تكون سنه سعيده على الجميع خلال الفتره اللي فاتت دي كان في اعياد كتيره تتراوح ما بين اعياد الكريسماس واعياد الميلاد واعياد الميلاد القبطيه وربنا يكتر اعيادنا جميعا كل عام وانتم بخير وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا احيانا دايما في اول السنه كل سنه بيقول لك الجيم دايما يكون مليان والناس كلها بتبقى عندها البلانز بتاعت نير بيسموها في امريكا نيو ريزوليوشن ف ولكن قالوا يعني في القراءات اللي بنقراها ان 3% فقط اللي بيخططوا لحياتهم احنا احنا لابد ان احنا فعلا نبدا نفكر في الموضوع ده يمكن ده ما كانش بيشغل حد فينا قبل كده ان احنا نخطط لحياتنا فيا ريت نكون احنا من التلاتة في المية دي، احنا بدأنا بنفسنا خططنا ان احنا 2016 اه على نهاية 2016 بداية 2017 ان احنا ننقل في استوديو جديد، ان احنا نبدأ يكون في نوع تطوير في البرنامج، ولكن يمكن الوقت عندنا اه شوية بيطول اه بحكم طبعاً عوامل كتيرة. عندك انت انت لابد ان احنا اه تكتب اللي انت عايز اه تخططه للسنة دي، ايه الأجندة بتاعتك؟ ايه اللي المفروض حقيقي فعلا الكتابه بتفرق الكتابه بتفرق كتير يعني انا صحيح ببقى عايز النهارده اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ولكن انا لو كتبت الكلام ده ده فعلا حاجه يمكن سيكولوجيه بتخلي الواحد دايما ملتزم باللي هو بيكتبه ملتزم ان هو مثلا انا بيبقى عندي اهداف محدده عايز احققها سنه 2017 حتى لو ما بداش يوم 1 يناير ابدا يوم 12 يناير و15 بس ابدا في يوم محدد يعني ابدا يوم محدد اقول ان انا من النهارده الخطه بتاعتي هتبتدي كذا وكذا وكذا هبتدي ان انا مثلا عندي اهداف معينه بفكر معين ببتدي عندي الفكر مثلا الفكره او الهدف لان انا مثلا احققه من الدور الديني مثلا سواء انا مسلم ما كنتش بصلي ابتدي اصلي مسيحي ما كنتش بلتزم بان انا اروح الكنيسه يوم الاحد اروح الكنيسه الدور الديني ان انا التزم بيني وبين ربنا يبقى في بيني وبين ربنا صفاء الدور الـ الـ الاجتماعي ان انا اصدقائي احافظ على اصدقائي اللي هم فعلا حاسس ان هم فعلا اصدقاء بجد احافظ عليهم وفي نفس الوقت ما ما ابعدش عن حد اللي يعني بطريقه ما تبقاش مظبوطه يكون دايما في عندي حوافز ان انا احقق بيها اهدافي الناحيه الدور المالي مهم جدا لان الدور المالي على اساسه احنا حاجات كتير بتتحدد عايز انا السنه دي مثلا من شهر كذا لشهر كذا هعمل كده عايز اشتغل زياده شويه عايز الانكم بتاعي يزيد شويه كل ده لو مكتوب ايه الناحيه الصحيه عايز وزني يقل مقدرش اقول ان انا عايز وزني يقل بس مجرد كلام وفكره لا انا لو كتبتها ان انا عايز مثلا من 1 فبراير ل 1 جون مثلا عايز وزني يقل 10 باوند او 10 كيلو عايز اعمل ايه عايز اروح مثلا يوم الثلاث ويوم الخميس ويوم الجمعه للجيم فيبقى عندي اجنده اجنده محدده قعدنا مع طاقم طاقم البرنامج طبعا قلنا ايه اللي احنا عايزين نعمله السنه دي وطبعا احنا كنا مهتمين بالشؤون القانونية والشؤون الطبية ودي مهمة جدا وهنستمر فيها ايضا ولكن هنضيف عليها الشؤون العلمية الاجتماعية المواهب التالنتس لقيت ان احنا الـ اولادنا التين ايجرز كبروا بام تين ايجر الولاد الصغيرين يمكن من عشرين 30 سنة ما كانش في عدد الجنريشن الجديد او الجيل الجديد ده اللي موجود بامريكا دلوقتي من اصل عربي كان موجود ولكن مش بالعدد ده كله العدد المهول ده كله فطبعا لقيت ان احنا من واجبنا ان احنا الناس دي يبقى لهم حقوق عندنا وان احنا لابد انهم هم يبقى لهم مكان عندنا هنا في حتى في نبتدي بنفسنا نبتدي بالبرنامج هنا فقررت انا شخصيا ان انا اقسم الوقت اللي هو متاح لنا ان احنا نلتقي بحضراتكم اللي هو ساعتين انه دايما يكون في على الاقل ساعه للنيو جنريشن او مش مش عايز اقول نيو جينيريشن سكند جينيريشن او او ثيرد جنريشن ونسلط الضوء على مشاكلهم هم مع بعض مش انا مش هتدخل خالص هم اللي هيقدموا البرنامج هما اللي هيتكلموا مع بعض هم اللي هيتحدثوا في كل ما يخصهم من مشاكل مثلا الزواج مشاكل التعليم مشاكل العمل ويحلوا مشاكلهم مع بعض ده ما يمنعش برضو ان فيها يبقى فيه نوع من انواع الحاجة الخفيفة والانترتينمنت اللي هو الكوميدي الكوميديا الامريكية مختلفة اختلاف يمكن كل عن يعني الكوميديا العربية اللي احنا تعلمناها فاحنا نتعلم منهم احنا الكبار واحنا الاباء والامهات و... لا احنا نتعلم من ولادنا زي ما ولادنا احنا بنعلمهم في البيت برضو احنا بنتعلم منهم اي الحلقه النهارده هتكون ذخيره ب... يعني بمواضيع كثيره بتهم يمكن كل عربي مقيم بالولايات المتحده او بكندا هيكون لنا لقاءات عديده الحلقه دي هيكون لنا لقاء مع الاستاذ احمد شعيب وهو خبير القروض والقروض العقاريه ما يمكن انا يكون عندي في الخطه السنه دي ان انا هبيع البيت وهشتري بيت جديد او انا ما عنديش بيت او عايز اشتري بيت جديد او انا لسه متجوز جديد وابتدي احط داون بيمنت الحكومه الامريكيه هنا بتساعد ناس كثيره ان هي يشتروا بيوت ولكن علشان اشتري بيت لازم يكون اوراقي مظبوطه، لازم يكون ضرايبي مظبوطه فهيكون ايضا معانا في هذا اللقاء خبير الضرائب والسي بي اي وهو بنعتبره هو استشاري البرنامج للضرائب الاستاذ احمد عبد الحليم هو ايضا سي بي اي ومدرس في الجامعه، فهيكون معانا لقاء مع الاستاذ احمد عبد الحليم، والأستاذ احمد شعيب، ايضا هيكون معانا لقاء مع ال... ازاي نخطط لحياتنا الفتره اللي جايه، ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي نتعامل مع, مع... بينا وبين بعض، ازاي ان انا ال... الكابه او التفاؤل أو... ازاي اتعامل معاه، ازاي يكون عندي نوع من انواع التفاؤل والتخطيط الصح، ازاي اتعامل مع اولادي وازاي اولادي يتعاملوا معايا في بلد بلد مهجر، فهيكون لقاء معانا ايضا مع المتخصصه والمتخصصه اجتماعيا، الاخصائيه الاجتماعيه الاستاذه مجد مارتيني. ايضا مش هننسى ان احنا في عندنا طبعا اخبار ونيوز بسيطه كده هنقولها ولكن هيكون معانا ايضا لقاء مع آه شخصيتين آه احنا فخورين جدا بيهم هم عراقيين وعملوا آه كلاب العراقي في رادجر يونيفرستي وهي من اشهر الجامعات بولايه نيوجيرسي آه هيكون لقانا, لقانا مع الجاليات العراقيه من خلال الاستاذ او الدكتور حسن آه جواد والاستاذه رغد وهما البريزيدنت والفايس بريزيدنت للاراكي كلاب في رادجر يونيفرستي اللي هو بيمتد الى جميع الولايات والى جميع الكوميونيتيز العراقيه بالولايات المتحده وايضا في كندا وهنتكلم ونعرف بيعملوا ايه الناس دي العراقيين هنا فعلا عدد كبير هل العراقيين دول اللي موجودين هنا في امريكا مجرد ان هم جم خلاص نسيوا بلدهم ولا بيرجعوا تاني وبيحاولوا يبنوا العراق ذو التاريخ والحضاره فلقاءات عديده هنتكلم عليها ايضا هيكون معانا بعض الهيدلاين نيوز اللي انا هبتدي عليها دلوقتي طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الاسبوع القادم يوم الجمعه 20 يناير هيكون تنصيب الرئيس دونالد ترامب رئيس رقم 45 للولايات المتحده الامريكيه ونهايه ولايه الرئيس اوباما طبعا انا بتمنى كل التوفيق للرئيس دونالد ترامب سواء موافق او مش موافق عليه عدت مرحله الاختلافات احنا دلوقتي لازم نقف جنب الراجل ده لان احنا اللي هنستفاد في الاخر هو مش فارقه معاه كتير فاحنا فارقه معانا احنا فلا بد ان احنا نسنده عشان يساندنا احنا وانا بقول إن نسنده نسنده كجاليه عربيه كجالية عربية لازم نقف جنب الراجل ده والراجل ده لازم يشعر ان في جالية عربية ولوبي عربي قوي فهيؤدي اليمين الدستوري يوم 20 يناير الجمعة 20 يناير اللي هو الجمعة القادم على فكرة النهاردة الجمعة 13 الجمعة 13 دي يعني خدوا بالكم يعني ناس كثيرة بتاخدها كده على انها جمعة يوم جمعة ويوم 13 فنوع من انواع احنا بنحب ان احنا نقول عليها ان دي يوم تفاؤل احنا بنتفائل باليوم ده نتفائل بيوم الجمعة 13 رقم 13 اللي كثير من الناس بتعتقد انه رقم سيء في الحظ مثلا ان هو يقع في يوم 13 ولكن اللي احنا شفناه ومن الدراسات ومن الريسيرشز الـ الـ لان يوم 13 يوم فعلا حظ جيد وحظ جميل فما تقلقوش من يوم الجمعه 13 ايضا هيكون معانا آه يعني في شباب مش عارف اذا كان انا احاول ان احنا نجيبهم على التليفون في شباب مصريين جمال جدا، جمعوا نفسهم على الفيسبوك وبدأوا إن هم يقوموا بحملة خيرية فعلاً حملة خيرية على مستوى نيويورك ونيوجيرسي ويجيبوا حاجات من هنا وحاجات من هنا، ولموا كونتينر 40 قدم، هو يعني بمجهود شخصي 100% هو شباب صغير، شباب يتراوح أعمارهم من الخمستاشر 15 لل 30، ما بيزيدش عن 30 سنة فالشباب دول أه لموا وقاموا بالحملة الخيرية ولموا عملوا كونتينر 40 قدم لمساعدة السوريين في سوريا وبعتوا الكونتينر في سوريا معنا أه معانا الأستاذ أحمد ألو 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 عليكم السلام أهلا وسهلا أستاذ معك أحمد ايوه ايوه ايوه, أيوة استاذ احمد احمد ايه؟ احمد الجوهري اه اهلا وسهلا استاذ احمد الجوهري انت صاحب فكره الكونتينر لسوريا وانتوا مجموعه شباب مصريين قول لي بالظبط بزر... ازاي جات لك الفكره وازاي نفذتوها في نيويورك في الوقت اللي هو الصعب ده يعني اللي هو كان الجو فيه برد وسنو و... 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 والجو ما كانش ملائم يعني ان الناس تخرج في الشارع او تروح او تديك حاجات او كده الحمد لله يعني اولا انا عندنا كوميونتي كبير في جيرزي في تبع آه يعني على الفيسبوك يعني ف يعني بيتكلم مع بعض على النت وكده وعلى طول بنشير فيديوهات بتاعت سوريا واللي بيحصل في سوريا يعني في البلد اللي بره العرب ف صعب ان الواحد يقعد يتفرج على حاجات زي كده اصلا ما يكونش في ايديه حاجه ان هو يقدر يساعد بيها وكده وانا دلوقتي حاليا يعني على ديسابيلتي ما اقدرش ما اقدرش اساعد عشان لسه اعمل عمليه في ركبي ربنا يشفيك ف... ان شاء الله ف, ف... دخلت دخلت في دماغي ان انا احاول اساعد الناس دي في الوقت الضايع في الوقت اللي إن انا قاعد فيه في البيت لا بس ده وقت خلي بالك يعني اللي انت عملته ده يعني الواحد يجيله من وقته مهم كمان يعني من لان اللي انت عملته ده عمل فعلا قيم وله قيمه كبيره عند عند ربنا اولا وعند الناس يعني ان انت ان انت بتعمل حاجه زي كده بس قول لي ايه اللي حفزك ان انت تعمل كده او انت شفت ازاي والشباب اللي معاك دول على الفيسبوك دول طبعا معظمهم كلهم سكند جينيريشن يعني العربي عندهم ضعيف شويه فعرفوا ازاي الاخبار بتاعت سوريا عرفوا ازاي اللي بيحصل في سوريا فعلا فعلا هم زي ما قلت لحضرتك ان كل الحاجات دي موجوده على النت واحنا دلوقتي يعني الجيل بتاعنا الجديد دوت قاعدين على طول اي حاجه تشوفها هتلاقيها تبقى موجوده على النت اخبار حوالين العالم كله هتلاقي كله على النت عشان كده احنا خلينا البرنامج بتاعنا على النت برضو يعني على على النت برضو <applause> بالظبط <applause> آه. حاجه هي هي حاجه وحيده بس ان انا ايه طلبت مثلا حد يساعدني مثلا ي... يعني بدل ما 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 اروح لكذا بيت عشان اروح آ... صحيح آ... الم الهجوم للتبرعات لل... لل... من الناس آ... بدات نفسي يبداوا يجوا لي ويقولوا لي ان النا... ان النا... ان النا... هم عايزين يساعدوني عشان هم برضو كانوا بيحسوا بنفس الاحساس اللي انا حسيته لما اتفرجت على الفيديوهات على, على النت واتاثرت بال... باللي بيحصل للناس الغلابه اللي في والله يعني أنا مش عارف أشكرك إزاي وطبعًا إحنا طبعًا هنتابع معاك وإحنا عايزين نساعد معاك يا أبو حميد ويعني قول لنا بأي طريقة إن إحنا نقدر نساعد هنساعد بيها إخواننا سواء في سوريا أو في غير سوريا فبشكرك أستاذ أحمد الجوهري صاحب فكرة كونتينر أه لسوريا، معانا أيضًا الأستاذ أحمد بيومي برضه هو من الأعضاء المهمين اللي هم قاموا بهذا العمل الخيري العظيم. احمد ايوه ازيك عمرو اهلا وسهلا اهلا يا احمد ازيك يا حبيبي إيه. قول لي قول لي عملت ايه بموضوع الكونتينر ده وازاي الف... يعني انت الفكره دي اقتنعت بيها و... ونفذتها ازاي اه ده هو كونسبت واز اكشلي احمد بايديا فهو أيوة. لما هو هو لما طلع بالفكره ان احنا ان هو كان عايز يساعد الناس اللي في سوريا من كتر اللي احنا كنا بنشوف ال... كف... كان كفايه بصراحه اللي احنا كنا شايفينه على الفيسبوك وكان حاجه اثرت فينا قوي ب... يعني احنا برضو كعرب ما كناش عارفين نقعد هنا في امريكا من غير ما نحاول لحد نساعدهم فاحنا كنا باي طريقه كنا عايزين نساعدهم ولما احنا بقى كلمنا شركه رحمه هم قالوا لنا ان هم ممكن يعني ياخدوا مننا الحاجات وهم يبعتوها لغايه سوريا للحلب عشان هم يوصلوا يوصلوا لهم الحاجات فبعد كده احنا بدانا بقى نحط على جيم تيم وعلى الفيسبوك وفضلنا انكونكشن وطلعنا بيبول ام فضلوا يلموا حاجات وبعدين احمد جه واحد من صحاب احمد ادونا فان كبير جدا ان احنا قعدنا نلف اول اراوند نيويورك اول فايف ورحنا لغايه كوناتيكت نجيب حاجات و, ورحنا ساوث جيرزي نجيب حاجات قعدنا نلف لغايه ما ملينا مسجد مسجد التوحيد اصلا وبيوتنا يعني احمد هاوس ما شاء الله مش عايز اقول لحضرتك يعني هو اصلا ما كانش يعني والله انا عايز اقول لك حاجه يعني انتوا فعلا شباب تشرف اولا اول حاجة انا عايز اقولك عليها ان انت مش بتاخد الكريدت لنفسك ومش كل واحد بيجري على انه ياخد الكريدت لنفسه يعني دي حاجة انا فعلا فخور بيها من شباب جميل زيك ان انت قلت لا الفكرة الاصلية ما كانتش بتاعتي كانت بتاعت احمد الجهري واحمد الجهري قال احمد بيوم يعني, يعني في بينكم حب وود وايضا انت كجيل تاني مولود هنا و... واللغه يمكن انت اتعلمتها على طول الانجليش والامريكان لكن انا شايف العربي بتاعك جميل برضو وفوق ده ده كله الاحساس والشعور الرائع باولاد باخواتنا واولادنا واهالينا سواء في سوريا سواء في اي بلد عربي ده يعني شيء لا يوصف يعني 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 بصراحه انتوا شباب تشرف و... وانا يعني اتمنى ان انا انتمي لكم واساعد في هذه الاعمال الخيريه والله ده awesome. والله ثانك يو سو ماتش الف شكر ابو حميد وان شاء الله لازم تتابعوا معنا وقولوا لنا ايه اللي انتوا عايزينه واللي احنا نقدر نعمله ولابد ان احنا نعمله سواء في سوريا لفلسطين لغزه لمصر لل... للعراق لليمن لاي بلد عربي لليبيا اي بلد عربي احنا لازم نقف جنبنا لان احنا يعني مجموعه بلاد عربيه اكبر عدد يعني مساحتنا كبيره ولغتنا واحده وعاداتنا وتقاليدنا واحده فلابد ان احنا لو احنا ايد واحده هنبقى اسياد العالم ده كله. بشكرك يا ابو حميد. شكرا. ايضا يعني في اخر حلقه في مسلسل في رمضان مسلسل ماما نونو في رمضان ماما نونا في رمضان اعتقد لحد دلوقتي لو حد شاف الحلقه الاخيره في المسلسل ده عينيه بتدمع وبيبكي على وفاه ماما نونا في الدراما فاحنا اليوم بننعي فعلا ماما نونا ماما نونا الممثله القديره كريمه مختار اللي توفت امس طبعا كلنا بنعرفها هي يعني اهم ممثله مصريه قامت بدور الام فانا بنعي طبعا ماما نونا او كريمه مختار بنعي زميلنا وصديقنا الاستاذ معتز ابنها ف يعني ماما نونة فعلا احنا افتقدناها فربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته هنطلع فاصل هنطلع فاصل قصير وهنرجع تاني يكون معانا كليب كاميرا الجسر كانت طارت على المركز او المقر الباباوي في نيجيرسي بحضور السفير احمد فاروق واعضاء القنصليه وكان لنا لقاء هناك في الاحتفال باعياد الميلاد وايضا كان لنا لقاء ايضا في الاحتفال باعياد الميلاد في كنيسه ماري جرجس هنشوفه برضو خلال الحلقه بمجهود رائع ويقدر من مجموعة أو تيم فريق نيو إيجيبت فنرجع فاصل هنطلع على فاصل وابقوا معنا هنرجع تاني بعد الكليب